فمرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخي. الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. اي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجند يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانية واحدة. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ها؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه تربان؟ خطيبك ده بيخطط لنا غنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. عجوة؟ حاطين لي عجوة يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احط بطيخ يبل ريقي. عجوة؟ طيب طيب. بسم الله يا اخويا انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا
اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، يا اختي حلاوتك. الا اقول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمي. عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يقدروا اربع عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلدوا العيش نغنغه. اما امي يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط بالشباك. ما انت مش كنت زعلان ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا حاجه شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. خليك واقعيه عليه، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس عليه. اسالي جعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. خش يا مسؤول. لا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا قد ايه؟ مش عاجبك يا لا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحه علينا شويه، مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فات، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت؟ ما انا معاه. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. بسم الله. عيشت الله يخليك، ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ ابقاب. مين؟ ابقاب. ابقاب من امتى؟ انا مولود ابقاب. مولود ابقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود ابقاب. الظهر يا ابقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت اسمك ايه؟ ابقاب. ابقاب ايه؟ حد اسمه ابقاب؟ انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقه بيه، انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقه، حد بيفتح. وضبوهم.
شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعد استراحه ولا اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه، عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايدة كبيرة مش كده؟ تنورت. أنا عايزك تعتبر السجن ده سجنك أنت وأهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك إيه. إيه؟ والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف أنت كمان ولا يهمك. خدوا سجاير أهي. أنا مش عايزك تعتل هم أي حاجة، لا أنت ولا البقف ده. أيوة بس أنا كنت عايز أقول يعني إيه؟ كنت عايز تقول إيه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيباً على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلاً بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 أنا صدقني. صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوبه يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني. رابريون بنبلط قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. حكايه ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي ابن حرامي. الفلوس معايا وانا اتحكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان. أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه. أنت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده إيه؟ حرام أو أنت أنا يعني أكذوبة. يلا بينا باش الحاجات دي معايا. أعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير افهم وركز. أنت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. اتفضل ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والدبوس تمام كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي. حرامي لسه اعلاني مختلس. هي البراءه بالعافيه ما تستنى يا سيد. انا مش حرامي يا دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ايه؟ ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. انا عارف ايه؟ انا حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه؟ لو انت هتعمل احسن من الحكومه. اذا كانت الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا بشوش؟ ايوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. اهو دخلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. تاني ليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب هرب. ومعاه كام؟ معاه اغلبيه المبلغ.
وده جيبه من اني داهيه دي، لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجة عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعادة الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصة وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الأول؟ هقول يا سعادة البيه ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعة هوا، انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ بيقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيب ان شاء الله هجيب. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب ناصيه النتن. ناصيه النتن قهوه البقر حاره الكلب ناصيه النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه. كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك في رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا رمضان ويخليك يا رب. يا بشبيش يا ابني. الله امسك نفسك. على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نوره حلوه. من فضلك يا خواجة، انا عاوز ازازة كونياك سكر برا. سكر برا؟ لا مؤاخذة، السكر برا قال. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمرة سكر برا، وناس منهم بقى تطلب الخمرة كشري. كشري؟ كشري يا راجل. الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده، اللي اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. يا بوي يا ابوي، ده انت لحظة جشعة يا بت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبقي سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي.
خلي كمان كمان خلي كمان كمان خلي كمان لا كفاية. يا سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا مطية للثلاث قناقين الليلاني عم بقى هي. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يرعي؟ فلس؟ سمن؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده اللي؟ يها؟ ده بياه؟ ينيلك ده اللي؟ يلاه؟ ليه بياه؟ عن عن اسمع يالي ايه؟ كانوا على قرف الزان الكبير فيهم، والله ما اعرف اسم الكبير. انتظريني لحظة من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجة اسمها سي رمضان، قول اسم السيادة المقدم. حاضر يا سيادة المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. ما فيش حاجة اسمها رمضان افندي، سيادة المقدم. بس عليا النعمة انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجة، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجة اسمها معلم، قلت لك سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سيادة المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مين؟ مش عارفه مين يا روح امك؟ يا لهوي. ها؟ ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب، ارفع ايدك لفوق. المنطقة كلها محاصرة، وأي حركة هتضرب في المليان. أنا غلبانة يا بيه. اخلصي. أنا غلبانة. اخلصي خالص. اخلصي يا 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 اخلصي يا زبدة المجتمع يا حسانة يا قاع المدينة. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى علي الملابس الداخلية. اسكت أنت، مش دعوة خالص حظاظت. حاضر يا معلم. معلم مين؟ حاضر سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيه. يا سعادة البيه الآداب، اسطرنا الله يسطرك، أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعيد؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايدة، هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه، يا بيه أنا في عرضك يا بيه. أنت غلبانة أنت؟ ده أنت يسابلك بلاد، ده في بيني وبينك طرباية. طرباية؟ أيوه، أصل أنا قبل ما أشتغل في الآداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضية بتاعت الواد بتاعها، حبيبها. وهي اللي قربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني. يا سعادة الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرب هي، انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن منين انتوا تسيبوني؟ لا في الحاله دي انا هقف جنبك، وهخلي القضيه دي اونطه في اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. قلت لها فين الارشينات؟ ها؟ قلت لها فين الارشينات؟ حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليق. يلا لبسهم أي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم أي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا بداية؟ نتعشى؟ اسكت خالص. يا فندم. لو سمحت تبلغوا إن المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام تمام. هنبلغ سعادته حالا. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك، استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا، سمين جدا، ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. ايه؟ تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا محدش يفتح بقه. تعالى يا بس بنتي. اهلا يا عيش.
كله انت كله كل ده يطلع منك خير خير دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله خد ايه دور سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي عايزاهم امتى لا 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 انا مش مستعجله عليهم خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات وانا عامل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين على رايك يا حماتي المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي ما تعدش يا حبيبي هو في فرق بيننا لا 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 كله بالحساب انا احب الحساب قوي اعمل معروف شوف يا ستي قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33 قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح مفيش فرق بيني وبينك متلكن مش كده متلكن وعليها زي ايه انا عارفه يا اخويا ده بابوس بكره تروح انا رايك بكره تروح عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك مع السلامه اللي بقى ايه دي مين دي نسيت رمضان بيه غضروف غضروف بيه اللي كان معانا في سويسرا احنا عمرنا نروح لسويسرا دي السجن غضروف ازيك يا غضروف الله يخليك يا بيه اهلا اهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك وخرجت امتى من سويسرا امبارح بس ورجلي حفت لما عرفت علومك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمه عيش بالحلال اهلا وسهلا عايز تشتغل معانا انت كنت شغال ايه قبل كده نشال ميتين يا بيه نشال ايه نشال ميتين وعايز تشتغل معانا عايز تشتغل معانا ايه بتعرف تقرا وتكتب معرفش اقرا وكتب عندك سمعه ما عنديش سمعه بتفهم في اي حاجه ما بفهمش في اي حاجه عينوه في مجلس الاداره اهلا وسهلا مال وشك اصفر كده يا عكر ها ازيك يا خالي اهلا ازيك يا هنداوي بارك الله فيك يا رب بارك الله فيك يا رب اهلا 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 يا خالي اهلا بك انت يا الدنيا حر ولا حاجه يا بس عشان انت جاي من صافا ازاي مصر واللي فيه مصر كويس واللي فيها كويسين قوي ازيك انت يا خالي هي الدنيا ساقعه باين يا ابني ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن اي حاجه يا خالي حاجه ساقعه حاجه سخن اي حاجه تشتري وخلاص طب ما تقول كده من الاول اديني اقول شاي اللي جوه على النعم ما فيش اي ولا نيله جاي ها ازيك يا خالي اهلا وسهلا اهلا بيك الاستاذ ايه احنا بقى حضره العمده وسيبك مع الاستاذ رمضان طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده عددهم بايدي تحب اعدهم لك تاني 8 اساتك كل استك في 1000 جنيه ده رايي يا هندام انت ما بتفهمش يا ولد الله خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام انت حمار سلام سلامات يا رمضان اهلا يا خالي عارف يا خال الدنيا مره تبقى ساقعه ومره تبقى سخنه ومره تبقى هفتانه تجعان وافرض يعني ما انت هتقول غدا اللي جوه غدا اللي جوه يبقى بني خير يا رمضان خير ان شاء الله يا خال خير انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده كنت قصدك في قرشين كنت عايز رزمه يعني منين يا من هنا ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه عملت لك خير قد كده كلام ايه اللي بتقوله ده بلاش الغادي عليه جوه قال يعني كان هيجي انا ما احبش الكلام العيوب ارض امك انت كلت بقى من زمان تكتي بقى ايه حادق وبتاو هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته بلاش يا سيدي حكايه الارض خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني وانت صغير عشان تشحن شحط طويل عريض مستوظف في الحكومة وجاي تشحن ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجة ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم دي فلوس ناس قوم يا رمضان قوم يا اخويا الحق عربية مصر قبل ما تفوتك بالسلامة يا اخوي وسلم لي على الناس اللي في مصر اله يا ربنا يجيب لك شطة في الجواميس بتاعتك اله يا رب اللي ياكل لحمة من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي هو في السك وانت اوله عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس خفت انت خفت تضربه ايه سلام عليك ازيك يا رمضانكو يا ابني ازيك يا خال اهلا يا مغاوري اهلا 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 ازيك يا رمضان شايل بره والله
عشت وشوفتك اخر وبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا اهل، وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها معايا اليومين دول، بس انا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجه حرام كده ولا كده. لا اله الا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربه والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجه ساعه اللي بره. بس عايز اقول لك حاجه كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمه على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعه في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني، وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سلام رمضانكو، الفلوس اهي. عد ايه؟ عد مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوت مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. رايح فين يا عناية؟ الله أكبر، قاموس ألفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. أنت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كل لك لقمة. أكل إيه وليه؟ ما أنا لسه متغدى. وماله؟ كل كمان. هتنزل على لحم بطنك؟ تعالى أنا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين إيه؟ بس تعالى. نعم، عايز إيه؟ أنت طبعًا مدكن الفلوس. أيوه طبعًا، مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بقى غليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. فندم تشرب ايه؟ هو انت تعرفني يا جدع انت؟ الا ما اعرفكش بقى، تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك، مفيش فايده، انا مش ههور يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن، صحتك بقت عيضه عيضه، وانت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم، والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سري. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟ حق دي لو حصل وعرفت سري، يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. انا مش فاهم حاجة. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا بنتي؟ يا
بيري الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي مش بنفر وجزمة بيري ده انت بلوى مسيح الله يسامحك بقول لك ايه يا حلو بدا بنت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل استقيل ايوه استقيل اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ حتى اكل وتشرب ويدوك في نخ وانت مروق يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه ده انت قلق ما انت مالش حق طب طلعني من البرميل طيب انت نفر يا جدع انت عاوز ايه مني مش ورايا ليه حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع انت يا رمضان انت مش عارف ان ورانا التزامات يا اخي طلعوا عليك كل شهر حد الفلوس عند الفلوس انتوا ما بتعملوش ما شاء الله يا اخي رمضان خلصنا بتتامر قوي يا اخويا طب ما تقول يا شباب خلصنا انا وانت كمان بنتامر طيب علاء النعمه من نعمه ربي ما نتامر حد الله هو انت بتديني بالجيب اللي خلفوه وكمان بيجيب ست اللي خلفوني طب يمين على يمين السابق ما حدش شاف مني ما اللي معه الله لا ده ما بيدهاش بقى انا هاخد جيب 60 داهيه ايه يا امين افندي ده رمضان ده حته السكر الله يسكر مقدارك يا سعد عزيز طب يا عم حقك عليا انا اتفضل افتح الخزنه وقبضنا اقبضكم شوفوا انا مفيش انا بح نعم انا بح بح بصراحة يا اخواني عشان ما شحتفكوش معاي انا اختلست الفلوس هزار ايه بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس تمعت فيه غريبة دي يا رمضان افندي بطل هزار وقبضنا احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني ما الخدمة فاضية قدامكم اهي اهي فاضية في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك دي مسألة كسل بقى احفظ لسانك يا اخي انا بقالي 15 سنة بشتغل لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق امال فين فلوسنا الله ما تقولها يا اخي اختلستيه والله العظيم ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروحة قوي يا اختي لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة عيب يا اخي انا اعلم منكم كلكم وفي واحد عالم في الدنيا يقول الكلام ده والله ده اللي حصل بقى لا مش هينفع الكلام ده اوعى تتهور اوعى تتهور معاذك يا اخيني اوعى تتهور اللي يحبسوك ده كده على موظف عام خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم هنديهم ايه خدهم يا جدع 35 قرش ايه يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجدع ده السلام عليكم خير خير ايه يا فندم ايه التهريج اللي بيحصل ده التهريج ايه لا سمح الله ازاي ما قبضتش الموظفين دي لغايه دلوقتي ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده انا قلت لهم على الحقيقه بلغت البوليس بوليس ايه يا فندي هم مش قالوا لك اللي انا اختلست يعني الكلام ده مظبوط ايوه مظبوط انت عبيط ولا بتستعبط ولا عبيط ولا بستعبط تبقى اتجننت ولا اتجننت ولا حاجه حضرتك المدير العام ولي رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز سم واحد اختلس فيها ايه دي واحد شايل دقنه التاني زعلان ليه هو اللي يختلس يقول انا اختلست لا وكمان انا راجل ما عايزش اللف ولا الدوران ابقى غلطان يا رمضان انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي انا مضطر ابلغ البوليس ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي حر اتفضلوا على مكاتبكم اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين اطلب لي اسم قصر النيل هي يا رمضان انت ناوي تتعبنا يا ابني يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم واحد بقول لكم انا اختلست وبعدين ولا قبل ايه سيادتك تعمل اللازم وتخلصني وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص واعترف المذكور باختلاسه المبلغ وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق بس في حاجه دي هو انا هعرف سيادتك شغلتك لما اخذك قبل ما تتفرجش حق كده ولا ايه ما تقول اسمك ايه ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه ده انت مصيبه انت مين اللي لحقك علينا الله هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم حاجه يا اخي انت مالك مكشر كده ليه كده رد على اخواله بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ ليه يا رمضان ايه وكيل الوزاره بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي اخيرا بكلم وكيل الوزاره وبيبتسم لي ابتسامه ذات مغزى
شوف هذه أهمية أن تكون مختلس، إنك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء، شوف الحلاوة. يا راجل ده أنا حفيت عشان أقابلك، دول قالوا لي أنت اتجننت، سرب بنكلة يقابل اللي به وكيل الوزارة، ده يعتبر تخاطر الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجة؟ كنت عايز أشكلك وجاتي، كنت عايز أقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقة ولو أوضة وصالة تنيل أتجوز فيه. يا ابني ما أنت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطرة عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندك، ويا ابني أنتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني أنتوا اللي بتأكلوه الكوس، بدليل إن عمره ماده إلا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني إذا كانت ضاعت منك الشقة هنعوضها لك بحاجة تانية أحسن منها 100 مرة. إيه رأيك يا سيدي؟ حدك حتة أرض تبني عليها اللي أنت عايزه. فين؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وإيه؟ الجمعية عاملة متر هناك بـ50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة بـ450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. أصيف إيه؟ هو أنا عارف أشدت الأول لما هصيف؟ أنت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص. وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة، عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مأمور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا، يلا اقلب أي حاجة، البيه الوكيل هيبقى يتسرب، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع أولاده كمان، يلا. حاضر، حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ. زخرت وبعدت زخر العدالة. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزق، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمة حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ وشمعنا انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس، زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 باب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه كده؟ هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني، على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي يدافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره، القانون واضح والماده معروفه ومحفوظ. ان انا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن لحضرتك اهو؟ لا في بطاقه اهي اهي، يمكن ليك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلو. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صوره جميله من ساعه ما كنت في الاعداديه. اي والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامه. اي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامه. سلام عليكم. مش عايزين اي حاجه من بره؟ مع السلامه. سلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش خش. ايه يا دلعين؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيب عسكري ده حاجة عادي. عمرك شفت حرام يخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفاءات، بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت،
انا بقى مرات اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تطفع الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنوق مرضيت، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من الطوابير الجامعيه ولا من مجاب الميه ولا مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرخ. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. وهغير اقوال ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنه. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة، أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا توصيني سبع سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان، خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوه حاول بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك، ارجوك ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف، سيبني في حالك اقعد الله لا يسيئ. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله، رفعت الجلسه. انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. انا مش قايلك ما تهوميش تحت هنا ولا انا هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا يا ناهد؟ انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي، ما كانش العشا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجة بالك، اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله، هذا من فضل ربك. Thank you.
جوه؟ يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. راح فين؟ راح محدش يفتح بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك يا كرم الله. يا كرم الله من فضل ربي. الفلوس في ايه؟ خلوها لك يا كرم الله. بص عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كاش العشرة مليون فلوس. كام أرجع نونس؟ ولا نونس يفتح بقه. فتح غضروف وباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه على الكلب. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيله ابو زعفر كله. ايه عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لميت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم لاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده تلبسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جيت بالبيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات قلت اختصر الاجراءات واجي بالبيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري شويه. تعال تعال اطلب عليا. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام محسوس لقصه اللصوص.